خلصنا من المساج السوري، خلصنا من الصينيات، خلصنا من ما أنا قايل. طلعونا تجار الإقامات مو طابعينها لي. عطني اياها، هي صورة يا مخرج، عطني اياها. يوجد تحويل على شركة تحويل شؤون ولدينا أماكن شاغرة، عدد 300 شخص للتحويل 700 دينار، والله رخيص. تحويل إقامة 700 دينار وعندهم فضاوة 300، لحقوا يلا بالانستغرام نزلوا عبر التواصل الاجتماعي عفوا، عنده فضاوة 300 شخص والتحويل على 700 دينار و 30 ولا 300 30 شخص. أشكره بيع إقامات عبر التواصل الاجتماعي. شوفوا شوفوا التطور في البلد. ويقولون أصل التركيبة السكانية قاعد تخترب بالكويت. تخترب من شنو؟ من تجار الإقامات، من هالبلاوي اللي نشوفه. الكويتيين 1 مليون وغير الكويتيين 3.5 ملايين. والشؤون يطلعون يقولون حافظنا على التركيبة السكانية في البلد. الدش المستشفيات، والله ذاك اليوم رحت كتبت بالتويتر، رحت الأميرة أسوي فحص، أطالع ما أشوف كويتيين بالأميري. شو السالفة؟ أنا كنت داش مستشفى غلط. رحت أزور ولد أخوي في المستشفى مبارك، يا جماعة ماني شايف كويتيين، وين الكويتيين؟ ماني شايف أحد. شو القصة؟ إيش قاعد يصير التركيبة السكانية للبلد؟ ليش سامحين لتجار الإقامات شغالين؟ ما شاء الله أحسن أحسن تجارة بالكويت. يقول لك اليوم الإقامة الفيزا ماد الشؤون، الشؤون حولوا على المزارع الحين بعد، يسمونه إقامات المزارع الحين، ماد كم سعرها؟ هذه رخيصة يقولون. كم مزرعة المزرعة؟ كم؟ 700 دينار عامل مزرعة؟ ما شاء الله. يقول لك الفيزا دخول الكويت وصلت الآن ما بين 1400 ل 1700 دينار كويتي. تخيلوا الشؤون، واحد يحبك بالشؤون يعطيك 100 عامل. واروح فيهم مصر واقعد على القهوة عند ميدان التحرير، اقول لهم انا عندي عندي 100 فيزا تشترون مش مضروبة على 1500 دينار. انا متوقع ساعتين خالصين، ساعتين خالصين. وي الكويت واقول اللي ابي يحول يروح يحول، فضوني المكان. والله خش تجاره، اطلع لي بالسنه 100,000 150,000 دينار. واحد يبي له واسطه، من اكلم بالشؤون اليوم؟ من اكلم بالشؤون؟ كلم ام احمد الوزيره، ما ترضى تقول انت تدافع عن كلم منه يعني؟ كلم الوكيل المطنطيري ما يرضى. اروح لمنه؟ تبون تعرفون تروحون لمنه؟ اللي قاعدين تحت الطاولة، اللي تحت الطاولة وما أدراك ما تحت الطاولة. الله يعين. عموما وهاي التقارير عندي، عندي كلاب خيطان